يلا يلا زد رصيدك، يلا 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 زد رصيدك. حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حلقة جديدة من كلام اليوم. اسمحوا لي بداية أرحب بالضيوف الدائمين معي، حاتم الشهري حياك الله يا حاتم، وفواز الحارثي حياك الله فواز، حياك الله منصور. الله يسلمك. حاتم، تقييمك اليوم للبرنامج بشكل عام وريالتي؟ والله أنا جاي اليوم مليء بالإيجابية على خلاف العادة. اليوم صراحة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني صحيح أنه في نقاط يعني سلبية صغيرة، لكن بالمجمل يا أخي أنا ما عرفت أني يوم أتكلم إيجابي. الشباب اليوم يعني وأمس يعني بعد يعني حلقتنا، والله أنا أشوف أنه في ارتفاع، مش معناته أنهم جيدين بالكامل، لكن عن الأيام اللي راحت ارتفاع. شوف عية لا أمدح ما أقدر، لكن صراحة لا والله ما قصروا، والآن بدت العفوية تظهر، ولو كان شابها بعض التصنع لوجود الجوالات. وش السبب؟ طيب الجوالات موجودة، يعني بعض الشباب في بداية البرنامج كان فعلا عفوي، الآن صار فيه حساسية زائدة. من إيش؟ من والله اللي جالس يقرأ وإنه مدري إيش قال لك فلان، كيف تسكت كيف تصبر كلام اليوم مدري وشو. الرجال خرج عن مساره اللي تعودنا عليه، اللي كان الإنسان العادي. الحين ما أنت إنسان عادي، أنت إنسان آلي، إنسان آلي، إنسان وآلي في نفس الوقت. ليش؟ لأن معك الجوال. إنسان موجه. نعم أبو فزاع. أولا أرحب فيك أخوي هاني، وأرحب في أستاذنا الأديب حاتم، وأرحب في أخوي منصور، وأرحب في السادة المشاهدين في كل مكان، الله يعطيهم العافية ويحييهم. أنا أيضا أرحب في المتسابقين اللي يتابعونا. طبعا النسخة هذه، وممكن يا هاني تتفق معي وتختلف، النسخة اللي تتابع كلام اليوم وتاركة ما جات فيه من مشاريع، وتاركة الآمال والطموحات اللي عندها واللي وعدت فيها الناس، وتتابع كلام اليوم، رد على كلام اليوم، كلام اليوم مدحني، كلام اليوم ما مدحني، ويبغون كل شيء يطلع في كلام اليوم. الله يذكر ملك الواقع سعود غربي، وأنا عندها الكلمة من خلال ما قدم ومن خلال ما أثر. سعود غربي أنا أقول ملك الواقع، كان يتلهم تل ولا يخلي أحد يتابع كلام اليوم، قال كلام اليوم لهم قدم ولهم أخر. سعود وش سعود لمس من زملاء أنهم يتأثرون بما يأثر عليهم في البرنامج، فقال لا تابعون كلام اليوم، وفي نفس الوقت عمرك تروح تأدون النسخة هذه. كلهم يا أستاذ حاتم ومنصور وهاني كلهم يتابعون كلام اليوم، وجالسين هناك حاطين على كلام اليوم. كلام اليوم وش المشكلة في المتابعة؟ مشكلة في المتابعة، تابع واستفيد واستمتع، لكن لا تخلي نقرك من نقر كلام اليوم. الجمهور ترى يملي من الشيء ذا. يعني أبو فزاع، أنا ضد توجهك في أو ضد الفكرة أنه سعود سحب المتسابقين. كل تجارب سحب المتسابقين عن كلام اليوم كانت تجارب فاشلة. تدري أبى أقولك شيء، تسمح لي، خلينا نتكلم في الواقع. يفترض أنه كلام اليوم شكل من أشكال النقد اللي تواجهه أنت كإعلامي، يكون دافع لك، يفترض أنك تعرف تتعامل معه. يعني كلامي يا هاني كلامي مو على إطلاق ولا الشيء اللي بقتنع فيه. عشان كذا أنا استفسر منك. جميل، أنا كلامي النسخة رقم 7، إذا كلام اليوم قاعد يأثر عليكم وإذا أنتم ما أنتم قادرين تتحملوا النقد، يعني أبو حور شو نسوي؟ أبو حور شو نسوي؟ لا تتابع، لا تتابع. إذا أنت يأثر عليك سبي لا تتابع. أختلف معك من حقك تختلف. تابع يا أخي. بس شوف، سئل لقمان الحكيم قال كيف أصبحت حكيم؟ قال نظرت إلى أعدائي فاجتنبت ما يفعلون. السلام عليكم. سلام سلام الله حياك النور. اتمنى منكم بس تنظروا لنا بالكم في شروم، اعطونا نظره في كلمه مهمه. بتتكلم فيكم في شروم؟ لا، في موجود الان في كلمه مهمه عندنا هناك. طيب عند اخونا محمد بن خير. طيب تصبروا لنا شوي بس، لو دقيقه انتم خذوها بس. اي طيب، نتمنى منكم دقيقه فقط. طيب يا محمد يا حبيبي، احنا في برنامج صح؟ صحيح. طيب انا الحين هنا ما ادري عنكم فيكم في شروم، بس في هندسه يرتبون المكان. تمام، حنا بس الآن منكم دقيقة، لأن الأمر مهم لنا ولكم للجميع إن شاء الله. طيب محمد، بس يعني الحين أنت قطعتنا، حنا لنا كم؟
لنا سبع دقائق بعدين. ايوه سبع دقائق اخذتوها حتى منا احنا، احنا نبي نقول كلمه، انتم استرسلتوا. دقيقه سؤال، مين قال لك ان سبع دقائق اخذناها منكم؟ لان احنا موجودين تاحين قاعدين احنا نشوفكم، احنا نبي كلمه. السبع دقائق اخذناها منكم؟ احنا نبي نعطيكم كلمه مهمه لنا. يا جماعه 12 ساعه يا محمد، محمد الواقع معك من بعد الجمعه الى الان، جت الكلمه المهمه في فقرتي؟ احنا نبي لان الكلمه الان مهمه في الحلقه الان اللي انتم فيها. طيب خلاص، اذا جهزتوا بيعطيني المخرج والمعد خبر. موجود جاهز من البدايه، ناشر وناشر. دقيقه يا محمد يا بعد راسي، انتم موجودين صح؟ نعم. لكن الاخراج مهم جاهزين، لا جهاز هو بيعطوني خبر بس. اتمنى انكم ترسلون الان بس على الكونفشن روم. امنيه انها تكون على الكونفشن روم. اذا جهزوا يا جماعه يا باقي شوي. طيب اذا جهز عطني خبر. حاتم دقيقه قبل حاتم، من حقي اعلق بك. اي بس بعطيكم برجع لك حلوه ذي. ما راح احب يا جماعه، ما راح احبك. بس دقيقه ايش قلت لك انا؟ النسخه هذه ايش قاعد تسوي في كلام اليوم؟ كل شيء في كلام اليوم، كل شيء في كلام اليوم يا جماعة. ما يصير كذا يعني، حتى شوف طالع ومصر على سبع دقائق. طيب في شيء انك هذا الان خرج بس من بس, بس دقيقة بس دقيقة دقيقة بنج خير يا محمد، راح بنج خير دخل الكونفش روم قبل دقيقة واحدة، والرجال يتكلم عندي الحين محمد توه دخل الكونفش روم من دقيقة، يعني الرجال راح الكونفش روم ورجال جانا. بس يعني يا جماعة لا تمثلون افلام علينا وحنا لنا ملطوعين في الكونفشن روم، ما حد اعطانا وجه. سبع دقائق اتمنى يا سبع دقائق ولا يهمون الشباب ان بس يكون في قرار واضح من ناحيه الفقره والتدخل فيها كل شوي. الفقره لها نظام، هذا النظام يمشي علي وعليك وابو كاتم موجود في كونفشن روم تروح فيه. اوكي في اولويات، احيانا في مواضيع يعني هنا كثيره يعني تحتاج يعني نقدم. منصور انا اقبل هذا الدخول لو جاني في نص الحلقه قال لي ساعه جات هناك. طيب تونا بادين والمخرج يقول لي ما دخل الا قبل دقيقه. لا ما نقبل اذا دقيقه ما انتظرت ايش يصير يعني؟ استاذ هاني الان ينفع واحد في فقره الجمهور او في فقره برايم او في فقره كذا يدخل ما له دخل في اللي عندهم سته برايم يقول لي وقف اطلع يا متسابق ادخلني جيبني هنا؟ طيب ما خلينا نرجع لنقاشنا ابو فزاع. سؤال لقمان الحكيم، معليش قطعناك. والله انا راحت افكاري واني ما ادري وين كنت وين رحت. الله يصلحه ويهديه الى ما فيه خير ورشاد. طيب حتى النقطة انقطعت، خلني أتذكر والله وش أقول. أنا إحنا كنا في نقطة أبو فزاع قال تعلمت قال كيف أصبحت النقطة كاملة ضيعها. طيب أبو فزاع كنا نتكلم عن يؤذيك كلام اليوم لا تتابع. جميل، أنا عندي وجهة نظر أخرى. يؤذيك كلام اليوم تابع. وداويتها بالتي كانت هي الداو، يؤذيني كلام اليوم أروح أهرب منه. طيب كلام اليوم عندي قرار أني أهرب منه، هذا الصح. طيب يعني أصبر، بكره المنشن عندي اقدر اهرب منه؟ لا. بكره الردود رده الفعل الناس اقدر اهرب منها؟ تعتزل. ايش يا حبيبي تعتزل الإعلام. تبطل اعلام. ممتاز. صارت يا حبيبي صارت في الاخير، رفع الرايه قال ما اكمل. اذا انتهينا. إذن ممتاز. اذا طيب رفع الرايه متى؟ بعد ما خلاص. ممتاز، حنا تونا 20 يوم ما وصلنا الخلاص يا هاني، هذا الصح. لكن في شغله مهمه الان، في شركة بيننا وبين المتسابقين اللي هو الجمهور. الجمهور شريك، ترى الجمهور قاعد يمل من شغله طول عمرك. هاني قال في كلام اليوم، الشباب ما مدحوني في كلام اليوم، الشباب انتقدوني في كلام اليوم. يا اخي ترى يمل. وفي المطبخ كلام اليوم، وفي العصر كلام اليوم. على افتراض ان يعني سلمنا لابو فزاع ان الكلام هذا صحيح، هل تتوقع ان المتسابقين على قلب رجل واحد اذا اتفقوا انهم يقاطعون كلام اليوم انهم سيقاطعونه؟ والله القلوب ما يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. ولكن انا اقول الان اللي قاعد اشوف ان الشباب يتابعون كلام اليوم، يتركون كل شيء ويروحون الكلام اليوم. ودليل سبحان الله، جانا محمد مطير والله اعلم وش مجهزين في كلام اليوم، قد يكون مجهزين شيء حلو. جانا ووقفت على كلام اليوم، وحنا تو نقول لنا سبع دقائق في الكونفشن روم، الفقره بدات لها دقيقتين. هذا من قوه التاثير ومن قوه طيب يعني الـ 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 الفقره بيتجاهلون ما يتجاهلون. لو ما تجاهلت ما كان خليت. انا ما ودي احنا بعد نتجاهل انه احنا مربوطين يعني في اداره، يعني في هندسه، في صوت، في اخراج، في اعداد، تسلسل. وانا ما عندي هنا كاميرا، هذا ايباد ترى، مو بكاميرا اشوفكم في الكونفشن روم، هذا ايباد اتابع فيه تويتر. جميل، ومن حقك كمان اذا جاني خبر انه في احد في الكونفشن روم باخذه على طول. الان المهندس بلغني قال انه قبل دقيقه دخل محمد بن خير، فعلى بين ما نجهز كادره نحتاج وقت. ايوه الكونفشن روم ما هو غرفة انعاش، اذا دخل واحد لازم نطلع يطلع على طول. طيب اعطونا جهاز الكونفشن روم يا جماعه. طيب اعطونا من في الكونفشن روم. حياك الله يا بنج خير. هلاك يا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حيه بنج خير، انت كنت مرسل موفد لك. ايوه، وجاء موفدك وبلغنا ان في خبر رسمي عندك. راح ياخذ. اسمع يا هاني، صل على النبي وصلوا على النبي كلكم. اللهم صل على النبي. شوف يا حبيبي، مساله موفد
وما موفد. انا ما ادري هو قال كلنا بيكون في شروم نبغى نتكلم، ما لقيت الا بجخير. غير صحيح. اول شيء بدا البرنامج ثلاث دقائق تقريبا، احنا ما ندري شو السالفه، ما طلع عندنا اصلا. وجيت هنا ومتفقين احنا من قبل كلام اليوم، الاتفاق اللي سرب لكم ما ادري كيف سرب، وبدايه الحلقه تكلمت انت واحد ومدري ايش وانسحبه وشبهتنا. نفتخر انك تشبهنا بالنسخه الخامسه ولا السادسه، ما عندنا اي مشكله، كل علم طيب نشبه فيه ما عندنا مشكله. كيف سرب لك المعلومات هذه؟ انا ما ادري وش اللي خلى يعني 25 يوم ما تطرقت الموضوع انك ان احد يقاطع كلام اليوم الا اليوم ومع بدايه الحلقه. صل على النبي. انا اقول لك كيف سرب لي، تعرف كيف سرب لي؟ ها سرب لي من محزمك المليان، من عصابة راسك. كفو. إيه. من قلب الرجل الواحد. اللي اجتمعته وجو قالوا الكلام ده. اسمع صل على النبي. اسمع. اللهم صل على محمد. حنا رياجيل ونقدر الرياجيل. نعم. من انتقدنا قلنا له بيض الله وجهك. إذا انتقادك ممتاز. جميل. بنعدل الانتقاد وبنصير مثل الرياجيل. لكن الانتقاد انتقاد انتقاد وأي شخص يسوي شيء ممتاز وكويس ما يذكر له أي شيء. لكنه يزل زلة بسيطة تسوون سالفة ذاك اليوم كله. هذه نقطة. النقطة الثانية والأدهى والأمر، ليه أنتم تسببون المشاكل بين الرياجيل؟ ليه؟ ليه؟ ما عاد فهنا فداكم بعد، لا ما فينا فداكم صدق. اللي رفع ضغط الرياجيل كلهم أنا، لاني بكبرهم ولاني بطلقهم، والله أني صادق. لكن فيه كلام البارح أنتم دمرتوا يعني ما راح أقول الاحترام، إحنا إن شاء الله نحترمكم، لكن دمرتوا الثقة والعلاقة اللي بيننا. يا أخي ليه؟ مسألة أنكم تخربون بين الرياجيل ليه؟ انتم مجمعيننا 25 رجال علشان نتعاون ونتنافس ولا علشان نتهاوش مع بعض؟ لكن بالمختصر المفيد انا وكلوني الرياجيل ونعلن كلنا مقاطعتنا للبرنامج، هذا جميع المتسابقين اللي موجودين هنا، وسلامتك وعفاك. انها توصل لدرجه انكم تفتنون بين الرياجيل وتخربون العلاقات، واللي يجلس هنا يحكي تقطعون عنه الكاميرا، اللي يقعد هنا تقعدون تلجون انت وياه وتلجون انت وياه. ايش فيه؟ الى متى؟ الى متى يا هاني؟ الى متى؟ الله يرحم والديكم. جاكم الاعلان والله يستر علينا وعليكم، الحين انتقدوا بعض، احنا بنروح نسولف انتقدوا بعض، بس سولفوا مع بعض، سووا انتم تسوونه مع بعض. بنت خير عندي سؤال بس. سلامتك وعفاك. بنت خير ما عندي الا عفاك على راسي يا هاني. بس عندي سؤال. انت قلت يشهد الله اني اقدرك واقدر الربع كلهم على راسي. انت تقول طالبك طلبه. انت تعفيني وتخليني امشي. انت على راسي. لا على بنت خير. بنت خير بتمشي عادي، لك الحريه بتمشي مش عادي، بس انا بقول كلام اسمعين. ما بي الا سلامتك، ما بي منك الا عفاك، ما بي الا عفاك. رفد وجهك. بنت خير عندك بيض الله وجهك. بنت خير تبي تمشي بس اسمع الكلام. خله ارجع الكرسي حقكم في الشرم. ارجع بش مخرجنا. ارجع الكرسي. ارجع. انا عندي سؤال. لا بس خل نتكلم مع هذا الكائن اللي انا برسل. لا يمكن يفهم علينا الحين. طيب اوكي. يقولون اللي يتكلم عندنا تقطعون عنه وتمشون. حلو. حنا قطعنا عن اثنين. جميل. ولي اسباب واضحه. واحد جاء ياكل عندنا واتوقع بنت خير ما كان يرضى. يا شباب بس عشان ما تكذبون على الناس، تراكم تروحون هنا الصوت موجود، يعني بلاش كذب. يعني كلام اليوم شغال في كل القريه. تبون تكونون صادقين روحوا غرفه النوم. خلاص. الشاهد حنا قطعنا الكاميرا عن واحد ياكل، وبنت خير قبل شوي يتكلم، ما كان من الادب ان بنت خير يتكلم وانا ماسك الصحن قدامي واكل. جميل. فانا ما رضيت عن نفسي ولا ارضاه لكم. الشخص الثاني تكلم في موضوع ما له دخل فيه، فقلنا له يعطيك العافيه وشكرا ومع السلامه. هذول اثنين بس قطعنا عنهم في كلام اليوم، بينما محسن كان يكلمنا وقام وسفهنا، جابر كلمنا وقام وسفهنا، بنت خير كلمنا وقام وسفهنا. هذه بتلك ترى، يعني اذا جينا معنا قطعنا لسبب مهم. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه طال عمرك اكذب مقاطعه هي مقاطعه كلام اليوم، واتمنى ان لا ياتي اليوم اللي اراكم متسمرين قدام الشاشات، وبذكركم في هذا اليوم قريبا ان شاء الله. ابو فزع. طيب انا بتكلم على الكرسي، بوجه رساله. عطنا الكرسي. عطونا الكرسي يا جماعه، عطونا الكرسي، لازم الكرسي. ولا يقوم، لا طيب يتحرك. ممتاز. رجاء لا يتحرك، يقعد مكانه لو سمحت. اسمع طيب. لو سمحت. اولا انا اوجه رسالتي طبعا انا الان كويس كذا، مخرجنا كويس، انا عندك قدامك ممتاز. انا اوجه رسالتي للكرسي واللي كان اكثر احتراما من بعض المتسابقين وجلس. يا كرسي متسابقي زد رصيدك ستة. انا كان اقتراحي قبل ما يقترحون الشباب، وهاني ما له شغل في الموضوع، ان اللي يتضايق من زد من كلام اليوم يطلع ويخلي يخلي كلام اليوم له. فهذه كانت نقطه جميله. دقيقه فزع. دقيقه بس عشان ما يزعل. دقيقه بس يا مخرجنا،
تعطينا صوت شبابهم، تعطينا صوت الشباب، اي صوت المتسابقين، يجيب الصوره والصوت بس، تعطينا صوتهم الصوره بس. بس خلنا نعطيهم فرصة. أهني الشباب على هذا الاتفاق الرائع. أنا أجد نفسي أعلق هنا كأني أعلق على احتفالية كبيرة تحصل، أول اتفاق يحصل في هذه القرية. اتفاق مخروم منصور، الاتفاق تسرب لنا قبل. هذا الاتفاق الذي ولد خديجا، اتفاق سرب من الشباب اللي يعرضون قدامنا الآن، سرب إلينا من قبل أن يتم هذا الاتفاق. أنا أتمنى يا شباب، والله أتمنى من أعماقي أن تصملون، اصملوا وقاطعوا البرنامج فعلا، و ترى يسمعونك يعني. لا لا يعني هذا كلام للتاريخ، هذا كلام للتاريخ يا أستاذ هاني. المقطع هذا سنستدعيه يوم من الأيام ونذكرهم لما يرجعون يسولفون معنا. طيب المتسابقين يسمعونك حتى تتكلم. هو طبعا هم موجودين في مكان يعرفون فيه صوت، لو ما يبون يسمعون راحوا غرف النوم. هذا شوف، هو يقول موفد وما ادري ايش وكلام ونائب كيف الحين في خيانات في الصف عندكم؟ كيف جانا الخبر من امس؟ ايش الكلام هذا؟ وين اللي قلب رجل واحد؟ قلوب الرجال هذه. هذا ما جانا والله خبرها. ها؟ الحفلة. لا لا هذه والله ما عندنا. هذه مع الأسف. شوف احنا الآن القلوب ما نتكلم فيها، لكن اللي ظهر لنا الآن الأعمال أنها مختلفة الأمور. أنا يوم يمدح حاتم المفروض أنا ما أزعل. اللي صار من أبو حور أمس والمشكلة اللي حصلت تدل إن مدح واحد وزعل الثاني، ما مدح الثاني زعل الثاني. عشان يعني كذا ليش تمدحون أبو حور؟ طيب خلوا أبو حور نمدح. طيب خلينا نمدح غازي، خلينا نمدح بن جليغم، وخلينا نمدح. في تغريدة في الهاشتاج تقول أنتم تبون المزح عشان ما عشان أنتم تبون المدح عشان ما مدحتوا وزعلتوا. هي هذا هو. لا هو نفس ما قلت لك النقطة. وش الآن أنا المفروض إذا مدح هاني كأني أنا مدحت، أن الفقرة كلنا مع بعض، فإذا مدحت زيد كأنك مدحت عبيد، فما في زعل. لا لكن اللي حصل بعضهم زعل يقول ليش ما مدحوني وليش ما حضروني. طيب وبعدين معليش. طيب في ناس تقول أنجزوا مشاريعكم عشان نمدحكم. هذا نعم يعني بعدين معليش يعني الآن هو كلام اليوم للتقويم. يعني مثلا الآن إذا وجهت انتقاد لفواز وهو متسابق، لا بد أنك أنت الآن عشان تسكتني في حلقة بكرة أنك تطبق الكلام اللي قلنا. والله خلنا ناخذ راحتنا في النقد الان ما دام ما حد يسمعنا. لا خلنا ناخذ. ليش ما حد يسمعنا؟ في نقاط مهمه بقولها. ما حد يسمعنا. ليش ما يسمعني؟ الله يرحم الوالدين. اعطيني في متسابقين. طيب اعطيني بنتكلم يا ابو. لا ما نج... ما نبغى نجاوب. ما يسمعون. خلنا ناخذ راحتنا. يقول نقاطع كلام اليوم كان غيركم اشطر وما قدروا. طيب خلونا نكمل، بس خلنا ناخذ راي الجمهور معنا في الهاشتاج. في هاشتاج زد رصيدك 25 اليوم. جميل. بكل نسخة لازم متسابقين يقاطعون كلام اليوم ويرجعون. طيب كلام اليوم ما عاد نبغيه، كلام اليوم ما عاد نبغيه، كلام اليوم ما عاد نبغيه. فوضى لأبعد درجة، يمسخرون أنفسهم ما كأنهم متسابقين. كلام اليوم ما عاد نبغيه. كفو. والله أنا تدري وش خايف. اسمع رنا تقول يا رب يدخل أبو كاتم وهم يعرضون، ودي نشوف وجيههم بعد. لا هاني ودي ندعي واحد من المتسابقين والله يجي على طول. واقسم بالله نقول يا فلان اقسم بالله نيجي. قال ايش ما عاد نبغيه. طيب بس الاخوان ما اعطونا، اتمنى يا اخواني يبين لنا بنج خير بس كم مده المقاطعه عشان نضبطها. انا تبي اقول لك ضايعين هم يتمشون. لا هم يتمشون يخافون ان الصوت يطلع من الشاشه. يعني مشكله الشباب. يا شباب الصوت ما يطلع من الشاشه، الشاشه تطلع الصوره، الصوت يطلع من السماعات. ابو شوق مشكله الشباب اللي تسمعوني فيها الحين. مشكله الشباب ان شغالين لنا تقريبا اكثر من 7 نسخ وعارفين ردات الفعل قبل ما على قول ما الشيء اللي طبخوه حنا اكلناه قبل ما يطبخونه. في سؤال قلنا الانسحاب. في سؤال من حنان تقول مين السوسه اللي خرب عليهم؟ مع الاسف هو مش سوسه. انا ما اتفق مع مسمى سوسه، لكن يعني خلينا نفرض انها سوسه. هم سوسات موفدين. قصدك سوس؟ ها سوس. جميل. الخبر جاني انا من 4 قبل ادخل الفقره. احسنت. جميل. ف 4 وليش مفدين. اختلفت معي؟ طيب هاني ايش ليش اختلفت معي؟ انا ماني مؤمن. حتى يوم جوني قالوا احنا بنقاطع او الشباب اتفقوا انه بنقاطع. طبعا في مجموعه غير راضين عن المقاطعه واختلفوا، وراح اكشف لكم ان شاء الله اذا رجعوا المتسابقين قريبا راح اكشف لكم تفاصيل النقاش اللي صاير بين المتسابقين.
النقاش والله كان ودي انه يصور صدق يا هاني. انت رحت سالتهم؟ لا والله كلفت الامانه. انا جاي زي لا حاتم. اله الا الله. اربعه ها اربعه جو اليوم اربعه تكفى قول واحد. لا اثنين ثلاثه اربعه اللي يمداهم يجون طبعا اربعه. اختلفت الروايات يعني في ناس قالوا بس المعلومه ذي او في واحد قال المعلومه ذي والثلاثه الباقيين قالوا تفاصيل وقالوا في مجموعه مؤيده يخرج الحديث وفي مجموعه معارضه وفي مجموعه استنشق قريبا في مجموعه معجبه نفس كل نسخه الكلام ما في جديد. طيب يخش على المتسابقين اللي ما يسمعون اللي يسمعون إيه؟ ما راح يسمعون ناخذ راحتنا ابو شوك. لا يسمعون احنا بنمدح في ناس في سؤال يقول هل من الذين بلغوا شخص من الذين كانوا يقولون الكلام اليوم ما عاد نبغي؟ اي كل اللي واقفين ذولا هم منهم. اي من يعني إيه؟ يعني ما راح يكون حتى اللي بلغ ما حيقدر شو اسمه. جتني رسالة من ناصر القحطاني أبو بدر يقول مقاطعة كلام اليوم تكشف لنا خيانة عود من محزم أو عود من حزمة. عود من حزمة. إيش رأيكم في الزعم؟ والله ابن حلال أنا أقول هم الآن أعطونا فرصة نحن نتكلم الآن. لا أحد يزعل منا يقول ما حد مدحني ولا أحد يزعل منا يقول نقدوني. أنا أحب أشكر من هالمكان جماهير وأهالي وفرق دعم المتسابقين طبعا هذا فيصل يتابع سعيد القحطاني وايضا المتسابق طلال الوادعي اللي رجل متحرك من بدايه البرنامج الى اليوم ومتحرك بل انه اول متسابق انتشرت له مقاطع اللي هو طلال الوادعي وايضا بلال اليوم كان للوالد له مشاركه جدا جميله. هالاسماء الثلاثه يمكن اجحفنا او نسينا من الضغوطات نسينا يعني احيانا بعض المتسابقين يجي في الكونفشن روم ونعطيهم مجال فيضغطون الفقره. نشكرهم واتوقع انهم من الاسماء الجدا قويه مع المجموعات اللي ذكرناها قبل. انا ودي بن جليغم يجي معنا في الكم. لا انا احب اشكر بن جليغم فعلا على بن جليغم ودي الكاميرا تكون عليه يعني اشكره على جهوده في الوقت في الحقيقه كل شوي يذكر كان كل شوي يذكر الشباب ويتفاعل معهم. بن جليغم اداءك رائع جدا. كنت اتمنى حقيقه اني اقول الكلام هذا وانت في الكومنشن روم لكن جزاك الله خير. على طاري بن جليغم اكثر شخص يتم تجاهله في الجلسات ويتم ايضا عدم يعني خلوه بس انت عندك القهوه بن جليغم وتسوي قهوه وبس ما تشارك لدرجه مره من المرات كانوا الشباب جالسين في جلسه كل الاسئله اللي جاتهم تحفيزيه الا بن جليغم سالوه قال انت تتميلح. يعني كم كنت اتمنى اني اقدر اتكلم مع بن جليغم واجلس هل انت تحس بهالشيء اللي الجمهور برا قاعد يحس انك يعني تجد يعني عليك ضغوطات من زملائك واخويانك المتسابقين لكن المشكله ان بن جليغم حرمنا من صوته فما نقدر ناكد النقطه. لا هو بس انه انت لاحظت الشيء ذا مع عبد الله هو هذا هو هذا شيء ملاحظ ولكن مع هذا بن جليغم قدم نفسه واصبح سفير وجالس يقدم نفسه بشكل رغم أنه وحيد رغم أنه يعني يحاولون أنهم يعني يبتعدون عنه لكنه إلى الآن وهو يقدم نفسه بشكل مميز وممتاز وماش ويسلم علينا بعد. طيب شو اسمه في أنا والله في بالي ترى من قبل ما نجي والله. طيب في 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 شو اسمه في كلمة أقول لكم إياها يعني من ضمن الكلمات الرجال تكون لطمرة طمرة حصان هذه من كلمات بن جليغم. ابن عمر امس قال اللي يؤذيه الكلام لا يسمع. جميل. في كلام كثير سمعناه عن جميع هذول السفراء يتناقشون السفير السابق والسفير الحالي في كلام كثير سمعناه من المتسابقين. يا شباب هم لما قالوا مقاطعه ايش كانوا يقصدون؟ انا يبدو لي انه في متسابقين يحاولوا يمرون من جنب جليغم يقول تعال ادخل يلقطوا لك بالكاميرا. اي نعم بس هو جالس يقول بس يغمزون ويلمزون كذا. لا الصوت واضح عندنا عند الاعداد. جميل. في متسابقين يقول ارجع لا يلقطونك لا يقطون الكاميرا لك. جميل. قدم اللي مر عبد القادر قال ارجع يمين شويه. جميل. سيدة. الشاهد انه في ايوه راح يا بن جليغم. شوف جلستهم اليوم اللي صارت اليوم صار جلسه بين الثلاثي الجميل اللي هم بن جليغم وبن جخير وابن عمره كانت جلسه جدا جميله. من الاسباب اللي خلت الجلسات او المكان كلام اليوم في تعزيزه للجانب الزين وانا استغرب ان اخوي بن جخير يقول انتم بس تنتقدون اصلا احنا وظيفتنا النقد يعني سواء الايجابي ولا النقد السلبي هذه وظيفتنا. فكانت جلستهم جدا جميله. بعدين بن جخير يقول في ناس يأدون ما حد يعطيهم. يا حرام عليك يا بن جخير وقفت هناك وجبناك وتكلمنا معك. نعم. طلعناها في الحلقه. جاهز تقرير محسن البريك امس في
امس في جلسه هنا ابو فزاع كان يقول يتكلمون عن كلام اليوم طبعا كالعاده وبرنامج على هذه برنامج صدى لكلام المخرج يشغل الشاشات اللي في القريه كلها ان الشباب لا لا محتاج محتاج الشباب الان قلبوا رادي فاحنا الان ما في مشكله رادي ولا راحوا تحت الهواء عشان يعني يصملون فودي الشاشات تشتغل في القريه كلها عشان اللي مار كذا على جنب يشوفها يعني نقطة في اشياء تهمكم حلوه ايجابيات اليوم نقطة محسن جميلة جميل طبعا محسن كان جالس هنا ويتكلم عن انه كلام اليوم ما طروا بنتي ولا جابوها رفوع حزت في خاطري ما تكلموا عنها ولا كأنها ألا تعتقدون فخلونا نشوف هالمقطع لقصة لهالقصة ونرجع لكم لكن أنا بسألكم بالله أنت أسأل. ألا تعتقدون أن رفوع جيتها البارح تستحق أن يحتفى بها في فقرة ذا كلام اليوم تستحق أن يحتفى بها في فقرة ذا كلام اليوم تستحق أن يحتفى بها في فقرة ذا كلام اليوم الله يسعد الوجه علي اليوم كان في زيارة الرفعة أو بالأصح رفوع وأخوه محسن ألف مبروك قرت عينك يا محسن وشوفت بنتك وتستاهل هالشوفة وكانت جريئة جدا في انطلاقتها في الساحة الله يصلح إن شاء الله يا رب بلا شك يعني اليوم بس فقط شوف بسمة محسن تسوى إيش يعني خصوصا الله يحفظها ويخليها يوم شافت أبوها ضحكت الضحكة دي أقسم بالله العظيم إنها بكتنا حنا وحنا نشوف المقطع يعني صراحة حن اللي يعني هي ما لا تقرب لنا ولا شيء ولكن كان الأثر كبير فكيف بمحسن فعلا الآن المحسن ما له عذر جميل محسن أيضا مثل ما قال حاتم ما له عذر أتمنى يا شاب اللي يبغى ينقد طبعا في سيد القحطاني كان جالس هنا وقال له إلا ذكروها بس الرجال ما يبغى يسمع يبغى ينتقد ألا تعتقدون نعم ألا تعتقدون كذا شو اسمه أنا بسألك ممكن أعلق موضوع محسن عشان بس يا جماعة أعطونا أعطونا اللقطة أعطونا اللقطة المتسابقين أغلبهم مجتمعين على بن جليغم يحاولون ثانية وفي حدة صوت في صوت مرتفع أتمنى تعطونا الصوت إذا كان في نقاش محتدين بعطونا الصوت وإذا طفوا مايكاتهم قفلوا مايكات إذا قفلوا المايكات عطنا الشاشة أقول قفل المايكات هذا هذا نشواني قفل مايك أيضا يو أيوة. اذا صار في نقاش شغلونا في تقفيل مايكات في خصم اذا في تقفيل مايكات في خصم طيب حصه تقول انا مع مقاطعه كلام اليوم يسبون حزازيه ويشكون المتسابقين في بعض لولو تقول المتسابقين كلام اليوم ما عاد نبغيه وهم يبرمون بالقريه ويسمعون كلامهم هاله تقول كم مده المقاطعه 10 دقائق ولا 20 دقيقه جميل صفر الان صفر الآن صفر دقيقة الآن المقاطعة قبل كانت مقاطعة أكثر لأن محسن بن تركي ما كان عنده خبر نحن ذكرنا رفوع الله يصلحها اللي ما له ذنب الموضوع ما عنده خبر هو كان مقاطع فالآن يبدو أن متابعته أفضل من أول بالعكس ويومها على طول كان التفاعل من كلام اليوم طيب خلونا نتجاوز النقاش هذا أبو فزاع طرحت نقطة عبد الله بن جريغ جميل عبد الله سفير وقف والآن هو من أفضل السفراء اللي مروا إلى الآن جالس يقدم كلماته الفترة الماضية كانت مؤثرة وجالس يوصل رسالة مباشرة عشان موضوع الوقف جميل أنت يوم تقول سفير وقفة أو أي متسابق يفوز بتصويت إما تصويت سواء تصويت رسائل أو تصويت تويتر فيعني أن شخص عنده جماهيرية كبيرة أيضا تفاعل عبد الله بن جليغم اللي ما كان التفاعل معاه من زملاء مثل التفاعل مع غيره فاز بالسفارة يعني أنا ما شفت إلا تفاعل بسيط جميل بس ما هو شيل ورفع وحط اللي كم كنا نتمنى نحن نسأل عبد الله يدل ان عبد الله عنده جماهيرية طاغية جدا خلف الشاشة وعبد الله احيانا كنا نقول يا عبد الله تحرك عندك جمهور انت ما تحركت فكيف لو تحركت يستاهل عبد الله يستاهل الشيء اللي جاء والتصويت اللي فاز فيه وان شاء الله ان نقابله في مكة لانه راح ينزل في جدة ان شاء الله ويتوجه للوقف فمن حصل خير يستاهل يا ابو شكرا لمتابعتك يا غازي شكرا لك غازي حبيبي غازي طيب طبعا ذوق ما يقدر انه متفاعل حتى لما تفاعل جسد ولغه الجسد أصيل عنده أصيل متفاعله جميل محسن البريك في ناس تقول محسن اعمل نفسك ميت محسن له نقاط معينه اعطنيها محسن طول عمرك النجم ومتميز وياكل الجو اذا حب ياكل الجو لكن الايام اللي فاتت محسن غايب ما سوى ولا فقره اكثر ما كنا نشوف مشاركه الابتسامات مع ابو حور محسن جاه الشيء اللي كثير من المتسابقين كانوا يتمنونه جاه الدرع وجاته بنته يعني هذه مشاركه بنته كانت بعض المتسابقين اذا جاه الشيء ذي ينفجر اكثر ويبدع اكثر
محسن يعني ما كان ما ينقصه شيء، شاعر وشخصيته جميله، واذا حب محسن ياكل الجو يقدر ياكل الجو. طيب عطنا اللقطه اللي قبل شوي بس اللي لا اللي في بيت الحكمه مخلد العزيز، عطنا اللقطه اللي قبل شوي في بيت الحكمه من كان فيها؟ غازي المطيري وغازي الذيابي. غازي الذيابي، عطني غازي الذيابي وغازي المطيري. جميل. غازي الذيابي السؤال اللي طرح اليوم في مؤتمر الجمهور اول اجابه وصلت كانت الغازي الذيابي. كم النقاط يا شباب؟ 50 ريال رصيدي. الف مبروك يا غازي الذيابي. حات الابتسامه تكفي عشان ما نحرجك مع الشباب. غازي حاتم طيب وصلت الرساله خلاص، دريت لك، دريت فرحتكم بس ما ودك تحرج من اخوياك. يلا الله يجعل كل مقاطعه بين اخوان ولا بين اشقاء ولا بين جيران ان يجعلها زي مقاطعه اخوان. الله يسعدكم المقاطعه، تمنيت والله احمد الحربي ان هذا مفهوم المقاطعه اللي عندنا المجتمع. احمد الحربي يقول مقاطعه بريالين. طيب حاتم انا بتكلم عن ابن عمره والمحاورة اللي حصلت بينه وبين غازي وبين غازي الذيابي. هذه والله المحاورة عجبتني، محاورة كايفة شعر صراحة. غازي وابن عمره أدوا أداء ممتاز جدا. بس كان كان غازي بيكفل يا رجل، ها هو يقول يتيم المشاعر هذاك بكفل، قال أنت بتكفل ما تكفل رياجيل. فيها 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 معنى ضمني جميل وفيها. وهذا شوف احنا نتحاكم للشعر لا نتحاكم للشخص، احنا ما اللي أدى نقول أدى. يعني صراحة كانت محاورة جميلة، وابن عمره أنا أستطيع أقول أنه قطب شعري في البرنامج. أبو الحين بيلتمون ترى على غازي زي ما التموا على جليل. شغلة لازم نذكرها على غازي، غازي الذيابي، غازي الذيابي فيه أهداف كثيرة قاعد جاي البرنامج قاعد يسويها. من الأهداف في فن المحاورة فيه رموز، منهم الأحياء ومنهم الأموات، من ضمنهم صياف الحربي الله يرحمه، ومن ضمنهم الأحياء تركيا 2000 والمجموعة اللي موجودة الآن. غازي قاعد يحيي هالموروث بين الناس، بالرغم احنا شفنا الآن في الزواجات اختفى هذا نوعا ما المحاورة، بدأت الشيلات في الزواجات. صحيح. غازي عنده رسالة قاعد يوصلها. أنا من الجيل الجديد ومع ذلك أحفظ الصياف وأحفظ المستور وأحفظ الحبيب وأحفظ وينقل هالتاريخ الموروث الموجود في الحجاز وفي الطائف. ولكن كم أتمنى أن لو غازي برضه معنا في الكونفشن روم أقول له يا غازي لا تحصر نفسك في هالرسالة، الرسالة ترى وصلت وخلها يعني تلاطيف يعني خفيف. وعندك جانب، أنت عندك جانب رياضي، أنت معلم، أنت عندك جانب كثير جميلة، انشرها لنا يعني الرياضة. وهو لاعب كورة ترى وحقق جوائز، يعني انشر لنا الجوانب دي، لا تحصر نفسك في فيش في فن المحاورة. حتى ردوا عليك ايش كان يقول، قال انزل والعب المحاوره. احنا نعرف ان الجنوب عندهم الشقر وعندهم ما يجيدون المحاوره، مو كلهم يعني فن يعتبر جديد عليهم. فكم كنت اتمنى بعد انه يشرح لنا اكثر عن المحاوره، ولكن يشرح المحاوره اكثر لكن ما يكثر منها، يخليها في جانب معين ويبرز الجانب. انا اشوف ان المحاوره لو استخدمها في مناقشة مواضيع مثل اللي تم مناقشتها مع ابن عمره والله أنا أقول كثر. يعني إذا تناقش ما يناقش إلا محاورة. لا 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 أقصد النقاش اللي داعه اللي نقاش يا أخي كان جميل يا أخي والله استمتعنا، والله إني طربت وإني عدتها يمكن 3 ولا 4 مرات. فأقصد أنا لما تكون محاورة مثل هذه، ما هي زي المحاورة الأولى الضعيفة أنا أقول، لكن مثل هذه يا أخي أنا استمتعنا. بالعكس أنا أقول كثر من هذه الرسائل وكثر من هذه المواضيع. بس يحصر نفسه في المحاورة؟ ما يحصر نفسه لا، بس أقصد يا أخي هذا الطرح للمواضيع مثل المحاورة اللي حصلت أو الردية اللي صارت بين ابن عمره وسعيد القحطاني. ردية كان شعرية، ارتوينا شعر. هذه المناقشة المواضيع بالطريقة الضمنية، الفتل والنقض والدفن المعنى، احنا يا المتذوقين الادب يا اخي نستمتع فيها. جميل. المقاطعه دليل هروب وضعف، ايش رايك منظور؟ كلام صحيح. اذا كانوا ينظرون لنا احنا اشخاص وجالسين نواجههم بقضايا شخصيه، فاذا كان اربعه ما صبرت على كلامهم كيف بكره بتتصدى للعالم كله؟ او هل نحن امام مشروع معتزلين يعني واضحين من قبل؟ نعم، من قبل ما يطلعون للمجتمع. انا بس ابغى اذكر انه فيه هذا كان في البدايه سالتنا عن الرياليتي اليوم كيف كان يهاني، ففي صعود رائع جدا قاعد تشوفه عند عبد الله النشوان عند سعيد القحطاني. وانا ودي ان الانسيرت المخرج يحط على عبد الله النشوان، اظن مقفل مايكه، لكن برضه حلو انه لا عبد الله النشوان تحت لا 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 عبد الله النشوان تحت السيطره، تحت السيطره يعني مع المجموعه، لا تخاف لن يخرج. لا ان شاء الله، بس انه لا تحت السيطره، في مجموعه جنبه لا تخاف. العشم والله اذا المقاطعه عبد الله، اذا المقاطعه لها اثر ايجابي صعوده رائع عبد الله نشوان وسعيد القحطاني.
في تفاعل يعني رائع من العيافي. وان كان انا ودي نتكلم اليوم على ناصر الحربي، يعني فقرة مؤتمر الجمهور الأسبوع الماضي أفضل منها الآن. بس دقيقة، بس في نقطة، في نقطة بس يا جماعة، مش يا شباب، يا شباب البورصة على الهواء، شوفوها ترى ما بنعتبرها خير من المقاطعة، ما بنجيب عليك نقطات، ما بنجي المخرج يجيب نقطات عليهم، شغلوا الشاشات شوفوا البورصة، ترى والله ما بتدرون عن سعر الأغراض بكرة. إذا المقاطعة راح يكون لها أثر إيجابي وراح نشوف أداء وراح ننسى كلام اليوم في اليوم نفسه، ما أنا بنسمع شيء عن كلام اليوم، فأنا مع المقاطعة. وقلت اللي ما يقدر يتحمل واللي ما يقدر ينافس، ترى من المنافسة أنك تسمع النقد وتدخل منه وتطلع مع الجهة الثانية. لا، من المنافسة أنك تسمع النقد وتستفيد من النقد. من المنافسة، صح، من المنافسة أبو فزاع أنك تصل لمرحلة في الإعلام ما يأثر. ما أقول النقد ما يأثر عليك، لكن يخف تأثير، لأن ما في إنسان ما يأثر عليه النقد، بس لازم يخف تأثير النقد وينحصر. صدقوني يا شاب، اللي الناجح اللي جالس يقدم ولهم مشروع ما بيزعله النقد، بالعكس هو جالس يشوف نفسه يتقدم، ولو جاه ناقد بيزيد تقدم. لكن اللي ما سوى شيء سيغضب من النقد. أبو شوق، برا يجيك تهم مو نقد. احنا الآن نتكلم نقول ما تفاعلت مع زميلك، ما سويت مع زميلك، ما تفاعلت في الخيمة، الأداء ضعيف. اي برا يا حبيبي، تهم تجيك، تهم على مثلا على في التغريدة غرت فيها تفسر. طيب خطأ أبو فزاع، صورة تفسر خطأ. فريق الإعداد يقول لكم المتسابقين إذا ما أخذتوا البورصة من الشاشة لن تأخذوها، وأخذكم للبورصة من الشاشة لن نعتبره خرم للمقاطعة. ما راح نضطريه بعدين، ما راح نجيبه ولا راح نجيب لقطة عليكم. نعم، كده من لأنكم من عملتوا أكبر الحين، يعني إيه؟ تسمعون أصلا. طيب في نقطة مهمة، إذا تبغى الناس تمدحك لازم تقدم، عشان الناس تمدحك وتثني عليك. ابو حور جالس يقدم طول وعرض جالس نمدحه، ابن عمرو جالس يقدم طول وعرض جالس نمدحه. في متسابقين كثير بهذا النمط، فكره اني انسحب لانه الناس ما مدحوني او لان الناس انتقدوني فكره خاطئه. الفكره الثانيه والمهمه، لن نمدح انسانا عاديا، يعني خالد الشيباني مثلا ما سويت شيء ليش نمدحك؟ شو اسمه، غازي المطيري، خالد الشيباني، عبد الله النشوان، في اسماء كثير هم في منطقة مو بالدفء دون الدفء، فإذا مدحناه في كلام اليوم وش بيقول؟ يقول حتى كلام اليوم قالوا إني كويس. بالله اليوم استثن منهم عبد الله نشوان عشان اليوم. اليوم طيب، فالشاهد أنا أقصد يا منصور، إذا تغش. جيت إذا جيت قلت يا منصور أنت كويس تغش، وش تبغى أكثر من كذا؟ ترتاح، تعتبر نفسك، تعتبر أن المرحلة قلت لا مرحلة جيدة. نحن لا نمدح إلا شيئا استثنائيا. لا تغش. أستاذ هاني معليش، هذا الآن في كلام اليوم هو فقط تهيئة لما سوف يحصل لك في أرض الحياة. الآن يعني احنا ترى جالسين نطبطب عليك ونعطيك يعني بهارات خفيفة، إذا طلعت إلى أرض الواقع ترى هناك في سياط النقد صح، وناس يعني أقسى بكثير مما نقدم. نحن ننصح من شفقة ومن رحمة ولتقويمك لا لكسرك وهدمك. طيب خلونا نشوف باقي الفقرات معنا اليوم، تقرير مؤتمر الجمهور ونرجع لكم. مؤتمر الجمهور، حافظ على رصيدك وحاول تقلل طلعاتك خارج القرية. أنت مقدم ومتطوع، نريد منك التقديم لما لديك، حالك مو عاجبنا. من هذا الأسبوع بدأت المنافسة الحقيقية، ملينا من الجلسات، نبي فقرات منكم نشوف إبداعكم، ونبي فقرة كرسي الاعتراف. ما حال متروعي كل يوم في زاوية. أتمنى إن شاء الله أن يكون عند حسن ظنكم أنت ويا زملائي، وعند حسن ظن وهقوة الجمهور إن شاء الله. ما حد يصفق لها، أنا صفق لابن عمر. ناصر أنت كين دامك صفقتني خلاص. بيض وجهك. هذه بنت خالتي، فهمت اللغز؟ والله أنا فعلا مشتاق، لكن إن شاء الله أني أرفع رأس من رأس الوالد والوالدة بإذن الله. تذكرت وتذكرت ولدي. طيب قل ما شاء الله يا ابن عمر، الظاهر أني بخسر لي 5 مليون. قل ما شاء الله، قل ما شاء الله، قل ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، ترى عيني بهارة، صدق عين عبرة قرارة يا بالله عيني بهارة. سمعت الوصية؟ إي سمعت الوصية. إذا ما حفظت على رصيد ترى بجيك. إي أنا هجل ماني محافظ على رصيد، أبيه يجي. والله ما أدري إيش أقول، والله إذا الحين صدام صدق، كنت أطقطق على الشباب يوم كانوا يجون هنا يقول ما أعرف أتكلم، ولكن الحين صدق والله أنا الله ما أدري إيش أقول، ما أدري المشاعر الآن اختلطت مع بعض. طبعًا مشتاق لزياد أخوي، ودي والله أشوفه في أقرب فرصة، أتمنى والله إني أشوفه في يوم من الأيام في القرية. الظاهر إنه 500 قريب. ليه؟ تبي تطلع بعد؟ الظاهر. الله يخليك. وأقول له بشر إن شاء الله عندك درع. احتزم والله ان شاء الله انا كل ذي اغلق باذن الله. اعطاني دفع معنوي ان شاء الله ويبشر بالسهل. ما جاني فيديو ولا جاني شيء ولا جاني. والوالد الاسبوع الماضي؟ لا ابي واحد ثاني. ما ملع عينك؟ هلا واخوانك بعد ما شاء الله تبارك الله. الا والله لك ودي سولفهم معي دايم.
الرسائل الجميلة اللي وجهت اليوم في هذه الفقرة كانت رائعة جدا. فقرة مؤتمر الجمهور هذا الأسبوع رائعة جدا، كان فيها شيء من النقد وكان فيها شيء من الإيجابية. شدك شيء منها حاتم؟ والله شدني كله شدني، لكن في بعض النقاط اللي ودي أذكرها صراحة. يعني مداخلة والد بلال جميلة جميلة جدا ورائعة، وصراحة يا أخي أنا أميل للشعر والله يشدني، واليوم يعني كانت المداخلة جميلة. أيضا اللي شدني اللي هو يوم قام ابن عمره الشباب ما صفقوا له، يعني حتى اضطر أن ناصر لا تدقق في الموضوع. لا كيف ما دقق ابن عمره؟ دقق ابن عمره كل ما قام متسابق صفقوا لما وصل المسرح قال ليش انا ما حتصفق؟ يمكن ما سمع وطالع مع الدرجه. صفقوا ناصر بس حد انا صفقت نقطه واحده. حتى ناصر انحرج قال اذا ما يعني ما حد بيصفق انا اصفق له. يعني فواضح من الواضح انه المجموعه كلها ليست على قلب رجل واحد، والدليل انه ما هو ابن عمره بس اللي يشتكي، ابن عمره والواضح حتى ابن جليغم هذا اللي احنا نشوفه ما ندري. يعني لو تقدمنا شوي في الايام بنكتشف اكثر من ابن عمره واكثر من ابن جليغم. يعني صراحه الموقف اللي اليوم كان موقف غير صحي صراحة. أضف إلى هذا أنه ابن عمره تعرض لهذا الموقف المحرج جدا. يعني مهما كان، يعني إيش تبغونا نقول هنا؟ نقول يا شباب أنتوا أخوتكم ممتازة؟ نقوله يعني عشان يرضون؟ هذا الموقف مع ابن عمره ومع ابن جليغم في الديوانية الفنية الليلة لما قال تحية يا شباب ما حد فعل معه، كان واضح ولاحظوا حتى ناس وتكلموا في الموضوع. فيا شباب انا ما ادري ايش يعني ايش اللي باقي ناقص، وفعلا ننسى عود من حزمه وزد فرصك هذا نمسحه كليا من الذاكره. ابن عمره يعاني فواز؟ ابن عمره عنده هبوط في المستوى، الله اعلم ايش المشكله، ما انسجم مع المجموعه. يعني كلمه حتى انا الكلمه ذي اللي دائما والله ما احبها حتى للرجل الكبير في السن، كلمه شايب كانت عليه مثل العقوبه، يعني كانت زي تقول انت حمل. وحتى في مجموعه اذا اجتمعوا قال اجتمعوا الشيبان. مو معقول الشيء، انا ما اشوف ولا شايب في البرنامج اصلا، ما 32 سنه هذا بعد اصلا توه. فالموضوع انا اقول ما ادري انخفاض مستواه، هل بن عمره قدم كل اللي عنده خلاص انتهى؟ ورغم اليوم الابيات اللي ذكرها بن عمره ابيات جدا جميله، بالرغم اني اعرف المعاني السطحيه للشعر، لكن المعاني العميقه المعنى الشاعر انا ما اعرفه. لا هو ولا يطلع الا شخص يقول ابن عمره، يقول انا بدوي ما يعرف النمونيه ولا يعرف الأرصدة والبرايم. كيف ما يعرف الأرصدة؟ أنا بس خلي مقطع كلامك حاتم. كيف يقول ما أعرف الأرصدة ولا أعرف البرايم؟ هو الأيومين هذه مكثر شكل 500 قربت، شكل 500 قربت. المعنى في بطن. لا هذا معنى ظاهر يا منصور. يوحي بالنبي يبغى يخرج برا. لا منصور رجال. لا أنا شوف. صلى على النبي. الآدمي قد طلع برا مرتين. والان يطالب الاعداد اكثر من مره يقول ابغى اخرج. هذا من غير اتكلم عن اللي خرجها بنفسه بدون اعذار طبيه ولا اي شيء. ابن عمره اذا انت مشغول ليش شاركت البرنامج؟ اي بس لا شوف انا شوف معلش اسمح لي. انا شوف ابن عمره باقي عندها الكثير، وهو من الشعراء القلائل اللي في البرنامج اللي يعني يكتبوا هو داخل البرنامج. ترى كثير من اللي يعطونا اياه الشعراء من قصائد سابقة. لكن ابن عمره يعطي حاضر بحاضر وشعره سيال. وانا اقول وهذه فقط يعني لا اثبتها ولا انفيها، ولكن اعتقد ان ابن عمره كريم جدا حتى انه يكتب لغيره. كيف يا حاتم؟ لا انا فهمت مقصدكم، وكان واضح الهوى في لحظه من اللحظات ان الشعر الذي يقال هو شعر منتحل هو يعني الشعر شعر ابن عمره هو الملقي شخص اخر. يا اخي شوف ترى خليهم يكتبوا بعضهم على قلب واحد. لا مو قلب واحد، هذه سرقه. خليهم يكتبوا هذه سرقه يا اخي. شو اسمه ابن عمره يقول انا بدوي ما اعرف النمونيه ولا يعرف الارصده والابراهيم. هل هي على المعنى اللي ذكره منصور ولا في مدفونه؟ لا هم مدفونه. شوف هذا المعنى السطحي. على فكره ابن عمره يطالع في الشباب يسالهم يقول يا شباب ما انتهت الفقره، يطالع في الساعه. ابن عمره مستعجل ابن عمره، لكن ما عليه ابن عمره. ابن عمره شوف ان شاء الله يعني في الايام الجايه انا راح اخذ مقاطع بسيطة من أبيات الشباب وأحللها تحليل على حسب فهمي، وراح يتضح المستور إن شاء الله. طيب أيضا من ضمن النقاط اللي كنت بقولها أيضا أنه رصيد بلال رجع له جميل، بلال الماضي اللي في المطبخ، وعبد الله بن جريغم الدرجات ما حتروح لك كاملة يا عبد الله، بتروح لزميلك هزاع أيضا اللي ما كان معك في البرايم، اللي كنتوا تشكلون فريق أنت وهزاع. خالد الشيباني وش بغيت من خالد الشيباني؟ هل هو موجود؟ كيف مستواه؟ خالد الشيباني ولازم يقبل هذه مني،
مر علي كثير من شخصيات خالد الشيباني. أنا معلم ورايد نشاط وفي البرامج ولاني أعرف الناس ولا شيء، لكن خالد من النوع الجدي، بمعنى خالد يبقى الأمور تمشي على طبيعتها، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما يقدر يتحمل الضغوطات. خالد رجل متحدث ورجل لبق ورجل عنده مادة ويحب الأعمال التطوعية، كلها تبخرت يوم سحب الجوال. طبعا يقول سحب الجوال بمقصد أن الرجل خرج عن شيء ما هو متعود عليه، بدأت الجدية عند خالد، خلاص زعلان لازم أظهر للناس أني زعلان، متوتر يظهر للناس أنك متوتر. المهم خالد الشخصية الجميلة الرائعة المتحدث اللي أبهرنا، وعنده قصة جميلة عاطفية وعنده قصة بر جدا جميلة في البرنامج. إلى الآن خالد موجود اسمه وصورته في التصويت فقط لا غير. صفر من مية؟ أنا ما أقدر من عشرة أقول واحد دائما يا أخي، حق الحبر اللي جيتنا يأخذ الرقم اللي عندي في أخذ رقم واحد. كم كنت بتعطيه؟ خالد كان مشارك في زد فرصتك، اما زد رصيدك ما هو موجود، ما دخل يعني برامج. انا لو ما شفته طالع من محل الشاورما قبل شويه كنت ظنيت انه حتى خرج، طلع ابراهيم ماضي، طلع ابراهيم ماضي، لا وانه طلع مستاذن. اي انا شوف خالد كقيمه صعب اعطيه صفر كقيمه كخالد، لكن كاداء في البرنامج اعطيه فاي كذا، يعني حتى صفر هذا رقم له قيمه كذا بدون كذا ولا شيء، غير موجود. جميل. غازي فهيد، والله هو ينطبق عليه نفس الكلام، نفس القاعدة حقتي؟ لا 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 ما هي نفس القاعدة، لأن أنا لي قواعد مختلفة. عطني قاعدتك. غازي برضو موجود وغير موجود، موجود في الساحة ومانيب موجود. يعني حتى اليوم أنا شفت الجلسة اللي بينه وبين ابن عمره، ابن عمره يحاول يسحب منه كلام، يا ولد سولف شيء، ابن عمره قال بسو يمين يسار، يا ولد تكفى تحرك يا جملنا، يا ولد ما ادري، في نصائح جميله. يعني حتى سأل سؤال صرفه ذاك قال يعني الى الان، يعني حتى هو ابن عمره كان يتكلم عن تدشين ديوانه، فابن عمره يساله يقول انا عندي تدشين ديوان، وين تبغاني احطك؟ وش اللي شيء يناسبك؟ يعني إلى الحين حتى أنت يعني ما اتخذت الطريق أنك والله أنت مثلا شاعر ولا مقدم، قال والله شوف أنا جاي على أني ممثل بس أعجبني التقديم، وإن كان بغيتني في التقديم والتمثيل فأبشر. يعني إلى الآن فيه زعزعة وعدم اتخاذ طريق. طيب أعجبك التقديم ليش ما تتقدم؟ طيب شو اسمه أحد بيعلق على غازي فهد؟ أنا بعلق. مرة من المرات خالد حامد قال الآن بدت فقرة النقد عند غازي بن فهيد، كان في المطبخ واكتبوا أي سؤال، فأنا غرت كتبت نفسي أقابل غازي وأسأله أقول أنت ليه مشارك في البرنامج؟ السؤال هذا ترى دائم أسأله، لأنك الآن قواعد البرامج وبرامج الواقع إلى الآن أنت مضيعها أبداً. إن جلس في الجلسة والكل راح يلاحظ ابدا لا يمكن تجد له تواجد. اشوف رجل يعني شخصيا والله ما بيني وبين اي شيء، لكن اتكلم من باب محبه حضور ابدا، اذا كان موجود ابدا لا يمكن ذابح هالخجل، ولا يمكن انه يبادر او يشارك او يتحرك، حتى لو انه يقال انا بسوي حركات اني مثلا اني بسوي حركات اني انا متفاعل او حركات كوميديه، جسمه قاعد يرفضها او لغه الجسد عنده ترفضها، قاعده تقول انا خجول خليني زي ما انا لا تحركني ثقلت علي الحركه. غازي فهيد انا اعطيه يعني شخص رائع واخلاق، لكن في الاعلام الاخلاق جدا جميل، لكن في الاعلام مظهر لي بين لي انك جاي تتعب، جاي عشاني، الجمهور عشان يصوت لك، الجمهور عشان بكره المهرجانات، ايضا بكره الشركات، بكره المسلسلات، احد يبغاك. طيب وين الجراه؟ وين الصوت العالي؟ وين الحركه؟ ما في شيء ابدا. واحنا حاولنا نحفزه، يعني مقطع المراسل اللي مثل ذيك اليوم يعني رفع نابه وممتاز ويستحق، لكن فعلا يؤسفني والله ان غازي فهيد يعني انا ماني متفائل بالايام الجايه في ادائه، يعني شخصية رائعة حضورها رائع، حاضر البث على طول، إذا في سالفة تحتاج أربع جالسين يكون من ضمن الجالسين، غير كذا صعب جدا. جميل. شو اسمه علي عبد المعطي منصور. علي عبد المعطي يعني كان يقول لنا محمود قبل كذا حلقة أن الجو الإنشادي في القرية ضعيف، علي عبد المعطي يمكن يشارك الحين بعد أسبوع يقول أنشودة ثانية، فما أدري هل فيه يعني التحزبات الثنائيات اللي قاعد يطقطق عليها يطقطقون عليها الشباب اليوم او امس اثرت على علي عبد المعطي وصار فيه هز. احنا شفناه يعني انطرد من جلسه مره ومره ثانيه، والانشاد يحتاج تفاعل، يحتاج يعني ناس يعني تذوق الكلمات، وصوته جميل هو، لكن مع الاسف
طيب في متسابق ثاني بسألكم عنه أبو فزاع محمد العيافي. محمد العيافي محمد العيافي طبعا ما نتكلم نرجع نقول الأمور الشخصية ما بين أبدا أي أمور شخصية. لا محمد العيافي مساك الله بالخير يا محمد. أسلم أسلم أبو فزاع. طبعا محمد قمة في الأخلاق. الله يقول مساك الله بالنور. لا محمد العيافي لا تحرج لا تحرج خلص. محمد العيافي قمة في الأخلاق وقمة في الـ في الـ في الأدب ورجل يعني خلينا أقول صوته جميل ولكن محمد حاربنا من كل شيء منه صوته حاربنا من صوته بسبب أنا أتوقع الخجل أو الحياء الزايد اللي في محمد خلاه بالشكل ذا. محمد فرصة تواجدكم محمد في البرنامج كثير من المنشدين وأهل الشيلات بعضهم يا محمد بعطيك شغلة ترى في بعض الناس دخلوا البرنامج عندها يعني شبه صوت جميل وصار عنده ألبومات وصار يصور طيب أنت الآن فرصة أمامك محمد محمد العيافي ذكرت محمد المسعود صحته منه الله يسامحه لا لا كان يتابع لا لا أنا ما ذكرت اسمه لأنه كان متابع صدقني ما فزل بعد ما سمع صوته طيب سؤالك محمد العياثي ما يذكرك محمد المسعود من أي ناحية محمد المسعود ما ظهر إلا في نهاية البرنامج والله شوف أنا بالنسبة لي محمد المسعود ما أنسى أول انشودة شالها لايف أول ما دخل البرنامج أول ما دخل ولكن حصل موقف في الأخير وتفجرت طاقاته لا محمد العياثي يعني أدبا يعني عنده خجل زايد وأتمنى إن الأيام الجاية إنه نشوف محمد منطلق أكثر طيب يقول يلي يتناظرني وكنك ما تناظرني نظرتك هذه حبيبي لا تكررها طيب رسالة وصلت يا حبيبي ها يا مقاطع أنت يا هو أسلم أسلم يا هاني هات خلنا نشوف تقرير ريالتي إذا جاهز ونرجع لكم بعد تقرير ريالتي نشوف تقرير ريالتي ونرجع لكم بعد طلال لا جاب تا تا لا اطلع اطلع والله ما تقاضيت منك الحين يا حلو لا الله ارجع على ورا ارجع على ورا قدام خوره خلاص ويا يا عيال ينفك لا ينفك يا شباب خلي يتعرف على القريه هنا هنا نبي نبدا هنا يا ما ذبحنا الطليل يا ما نحرنا الجمل ولا ذبحنا الطليل يبا يبا هذا الشايب اللي تكلم عنه يبا بالعلم الطيب ولوك لا هذا اللي تقول عنه بخيل ما يشتري العيالة ملابس ايه وانت خبل ابوي دائما يقول انك خبل دائما لا دا. يدي 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 يا ابو يا المطهور يدي الاول هذا حضني والثاني على يده بنيا احك على الجدار احك على النافوره ذي ترى ترى هذه النافوره الراقصه تقول كذا وكان مزعج 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 يقاطع ربعه يقاطع ربعه ولد اي خير انا لا بقاطع احد وما سالت انه يقطع الكلام غير صحيح لا بيقطع الكلام ولا شيء لكنه خبل وقاطع جد لا تدخل في وجهي ركبتك توجك يقطع السؤال لا ما يقطع السؤال قاعد يشع يقول كذا لكن لا طاجات كل اوره تكو ساعده وش بيك وش بيك محمد تكو وش بيك محمد وش بيك اطمن وين حياكم الله من جديد منصور غازي المطيري غازي رائع جدا رائع جدا 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 وما زال غازي المطيري يعني واضح ان الشباب يا اخي سبحان الله اذا تكلمنا عن واحد اسمع اذا تكلمنا عن واحد ينادونه ايش السالفه ما ادري ايش اوه هلا هلا غازي يحرك الراس على طول يلا لو في كادر من هناك برضه عشان يكون فالشاهد ان غازي المطيري ما زال الشباب يقربون منه عشان يطلعون ترند اليوم قال الضيف الديوانيه الفنيه ناس منكم طالعين ترند قال لحكماني غير غازي المطيري بالله فواضح انه ما زال متربع على ترندات غازي المطيري ما في مشكله يعني انا ما اتالم من غازي المطيري قاطع لانه هو عنده ما شاء الله تبارك الله تفاعل رائع لكن صار يصفق معك ترى المشكله من غيره اللي قاطعوا وهم اصلا فاي والله مشكله يعني حشفا وزوء اكيله طيب منصور او خلنا ناخذ حاتم ايش رايك بمقرن مقرن الشواطي لا لا تطبع تشتغل لا نمت واقوم مرتاح
مقرن الشواطي صوت تدلى من السماء، صوت كأنه عبد الباسط شيء، حتى أني أطالع الحين وطالع فوق أقول يا ولد إيش هو، نزل القمر معنا ولا لا، الله أعلم، شيء عجيب. كل ده عشان مشت ها؟ كل ده عشان مشت. يستاهل والله، يستاهل مقرن يا أخي. وأنا صراحة يا أخي أنا معجب بالرجل من قديم، يعني شيء الرجل متعدي. اسلم حاتم، اسلم، كلامك يجذب الابتسامه. والله العظيم شوف، انا مقرن، انا اول شيء معجب بشخصيته ومعجب بصوته العذب. صحيح انه يعني عندي بعض الملاحظات اللي بقول لها سر ما ودي يعني اقولها على الهواء، لكن لكن صراحة أنا أقول لك، هو صوته صوت ترى أعجب كلامك. نعم، أو شوف أنا أقول هو صوت ملائكي، صوت يذكرنا، لا لا ما بغيت أقول بل آخرها، قصدي يعني جميل يعني. طيب نسمع صوته، سمعونا صوته يا جماعة. هذا يسمونه غنى العشي في الجنوب. لا 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 يا أول شيء دقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله. يا لا لا يا لا 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 لا، والله الحين جبناهم على وجيههم. يا لا، خلي الصوت، خلي الصوت، خلي الصوت. لا يتحرك عشان ما مقرن، لا تحرك. يا لا 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 بس عشان 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 تتصورون معي، عشان تتصورون معي انهم ما كانوا يشدون. يا لا 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 يا لا 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 لا، اليوم جت الكاميرا عليهم. بس انا اقول له بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله لا يضره، عشان ما يحطونها في ظهري. انا اقول لك بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ما تنشف ابوك شيء عشان تعرفون حاجه، بس مقرن صوت عظيم، ملحن ممتاز، لا يمكن ينشز. فلان عشان تتصورون بس يحركون شفايفهم عشان يعني ما سمعناهم، لما شغل الصدى عنده انشد فنشز. والله هذا يخرق المقاطعه طبعا. الحين جالس يكح، هذا في نص النشيد يكح الواحد، عرفت؟ هذا من الابداع في الانشاد، ان المنشد ينشد يقول ويكمل نشيده، دليل انهم شغالين معانا ويسمعون يبتسمون بفزع. جميل جدا. لا شوف البرنامج، ويستمر البرنامج ويستمر كلام اليوم، اثره باقي سواء الشباب ارادوا ام لم او لا يريدوا الشيء ده. والله البرنامج ماشي والفقره ماشيه، وافضل شيء، افضل شيء احنا قاعدين نحلل الان وقاعدين نشتغل، وبدون الشباب ما يتضايقون. وانا اتمنى احنا في زد رصيدك 2 كان البرنامج كنا ما نشوفه، يعني الناقد يتكلم لكن كان في شيء ناقص، بعض الناس بيستفيدون فما ما نستفيد احنا. طيب من النقد ابو مقرن، انا اقول في 2 في البرنامج نعمه تواجدهم، الصوت والحركه. الصوت نعمه تواجد مقرن معنا، نعمه كبيره، والحمد لله مقرن موجود، والحركه الحمد لله ان ابو حور موجود في البرنامج. الاثنين ذولي ماني قاعد اتخيل البرنامج بدونهم، ترى ماني قاعد اتخيل. صوت وحركه طيب عظيمه جدا. على طاريخ عشان الناس يستفيدون، الوقف اليوم سفير الوقف ما قدرنا ناخذه. جميل، وانت من منطقه قريبه من منطقه الوقف. الوقف انا بالنسبه تفاجات بنسبه الوقف وبالنسبه المئويه اللي موجود فيها الوقف، وجمهور قناه بدايه، جمهور الحبل الخير، اتوقع باذن الله لهم وقفه قويه، واتوقع ايضا جمهور عبد الله جليغم، وعبد الله جليغم ايضا ان شاء الله يفاجئنا اما بمشاهد او قصائد او مبادرات جميله. ايضا ننتظر تغطيه عبد الله بن جليغم على سناب شات، وايضا الروبورتاج اللي راح يطلع مع عبد الله بن جليغم تغطيه الوقف وجاينا باذن الله. الوقف حاتم انا فرصه لنا والجميع، واتمنى كاش تطلع معنا. نعم، هذه فرصه للجميع انه يقدم في الوقف. وانا والله اشكر يعني عبد الله على أنه كان أهل للسفارة، فهو دائما يذكر ودائما يذكر الوقف، وذكر أنه المبلغ اللي راح يكون في سفارته يعني ظاهرنا يتمنى أن يوصل إلى 18 إذا ما يعني خاب الظن، وأعتقد بحركته يعني مجهوداته راح يصل إلى هذا الرقم إن شاء الله. جميل، أرقام حسابات الوقف موجودة، ورقم الهاتف أيضا ينشر على, على, على الشاشة. أتمنى أنكم تتصلون وتسألون عن هذا الوقف وتتبرعون لو بمئة ريال. احنا اليوم في فترة رواتب، واتمنى ان لا تصل مقاطعة المتسابقين للوقف. اتمنى ان يستمر الجميع في دعم هذا المشروع، لان هذا المشروع نتفق عليه جميعا ولا نختلف فيه. وهذه ارقام الحسابات.
فرصة لك أن تقدم لآخرتك، وألقاكم غدا إن شاء الله بدون مقابلة. من اللي